بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأحبة ومستمعي الأعزاء عبر شاشة قناة الإيمان الفضائية وأثير إذاعة البشائر، طيب الله أوقاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج فتبينوا، وإلى عنوان جديد. تعتبر البيئة في عصرنا الحاضر من أشد الأزمات تعقيدا، في وقت تتسارع فيه حركة التطور العلمي وما يرافقها من تطور للصناعة، وفي وقت تشتد فيه الحروب التي تترك أثرا غاية في الخطر والأذية للحرث والنسل. ولذلك بات شعار المحافظة على البيئة هو العنوان الذي تجتمع حوله شرائح بشرية من مختلف الأطياف، حتى أن الأحزاب السياسية في العالم تضع هذا الشعار في واجهة برنامجها الانتخابي استقطابا لأكبر عدد من الجماهير نحوها. ولذلك كان لابد للدين الذي ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الإنسان بالمجتمع من حوله من أن يطرح منظومة تشريعية يراعي من خلالها علاقة الإنسان بالطبيعة المحيطة به، لما للدين ولا سيما في المجتمعات الشرقية من قوة رادعة في مقابل رادع القانون في الغرب. فأي موقع للبيئة ومشكلاتها في التشريعات الدينية؟ وهل ثمة دور للدين وعلمائه في مواجهة التغير المناخي الذي يهدد الكوكب؟ للجواب عن هذه الأسئلة وغيرها يسعدني أن أرحب بضيوفي لهذه الحلقة من برنامج فتبينوا، ومعي في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد دهيني الأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. ومن لندن سيكون معنا الأب الدكتور نديم نصار مدير مؤسسة وعي لحوار الأديان، ومن العراق الدكتور سعد عجيل مبارك رئيس منتدى السلام الدولي للثقافة والعلوم. أهلا وسهلا بكم من جديد سماحة الشيخ. بارك الله فيك. أهلا شيخنا وسهلا. العزيز، قبل الدخول في تفاصيل الرأي الديني أو النظرة الدينية لموضوع البيئة، ما هي جوهر مشكلة البيئة؟ هل هي تربية؟ هل هي تشريع؟ هل هي قانون؟ أين تكمن المشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضوع البيئة موضوع شائك، موضوع متعدد الجوانب، موضوع يتصل بحياة الإنسان، بصميم حياة الإنسان، ولذلك لا نستطيع أن نجعل له يعني وصفا خاصا بأن نقول أنه مشكلة قانونية أو مشكلة مثلا دينية أو مشكلة اجتماعية، بل نستطيع أن نقول أنه ممتد إلى جميع هذه المستويات جميعا. فهي البيئة أمر يهم الإنسان، أمر يعالجه الدين ويعالجه القانون، بل لابد أن يتضافر الدين مع القانون لأجل حل هذه المشكلة المستعصية والتي تهدد أمن العالم، تهدد أمن الكون، تهدد أمن الكائنات جميعا، أمن البشر وأمن الحجر وأمن الشجر وأمن كل هذه الكائنات الموجودة في هذا العالم. لذلك لا نستطيع أن نقاربه من زاوية واحدة أو أن نقاربه من منظور واحد، بل لابد أن نقاربه من الجهات جميعا حتى نستطيع أن نحصل من خلاله فائدة معينة. يعني هي أزمة ثلاثية الأبعاد، أزمة ثلاثية ورباعية وخماسية مستحكمة، لابد أن تتكامل فيها كل مواقع التأثير في المجتمع، من القانون إلى التشريع إلى التربية. صحيح، 100%. فمن لم ينشأ على احترام البيئة منذ صغره لن يحترمها كبيرا، ومن لم يعرف أن هذا أمر مطلوب منه كإنسان قبل أن يكون متدينا منتميا إلى دين من الأديان أيضا لن يستطيع أن يحافظ على هذه البيئة، لأنه قد يتلاعب ما بين دين وآخر، أو ما بين حكم وآخر، أو ما بين فتوى وأخرى، قد يتلاعب لكي يتحرر أو يتفلت من متابعة أو من مراعاة البيئة. فلا بد أن يتعقل منذ بدايته، منذ طفولته، منذ تربيته الأولى، أهمية المحافظة على البيئة، أهمية رعاية الطبيعة، أهمية حل هذه المشكلات التي تتهدد أمنه على المستوى الشخصي وأمن الناس من حوله. جميل. أمن الأجيال اللاحقة التي سوف تأتي بعده. سماحة الشيخ، مؤخرا شهدنا هذا المؤتمر المهم
الذي عالج قضايا البيئة وطرح مشكلاتها في غلاسكو. نعم. ومن الملاحظ أن العنصر الديني كان غائبا عن هذا المؤتمر. نعم. البعض قد يقول لك إن البيئة ليست أمرا مهما أو حيويا في المسألة الدينية. كيف عبر الإسلام عن 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 اهتمامه بموضوع البيئة؟ ونحن نعلم هذا الحديث، اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. بداية لابد أن نتقدم بالشكر للذين نظموا ورعوا وحضروا ويعني ساهموا في هذا المؤتمر، بغض النظر عن ما قد يقع منهم من خطأ هنا أو هناك، فإنهم تحركوا في حين بقينا ساكنين. وهذه مشكلتنا نحن في الشرق، أننا لا نجد مثل هذه المؤتمرات، لا نجد مثل هذا الاستشراف للمستقبل، بينما تحسسوا المسؤولية وتحسسوا الخطر الداهم الذي سوف يدهم البشرية جميعا، والذي للأسف أحيانا لا نستشعر به، استشعاراتنا نحن خفيفة في الشرق، بينما هم يعرفون به ويحاولون استدراك خطر قادم ويحاولون الابتعاد عنه ويحاولون دفعه لا رفعه. نحن نصحو بعد واقع، بعد وقوع صحيح الواقع. صحيح، نحن يعني وظيفتنا الرفع، نرفع المشكلة بعد وقوعها، لكن هم يحاولون أن يدفعوا، والدفع خير من الرفع في هذا المقام. فلذلك تحية لهم بغض النظر عما قد يقع من خطأ هنا أو هناك. غياب المشهد الديني ربما لعدم يعني هذا الاهتمام الكبير أو لعدم هذا الحضور الواسع الذي يقوم به رجال الدين أو علماء الدين في موضوع البيئة، فهم لا يشهدون هذا الاهتمام الوافي من قبل المسلمين أو من قبل المتدينين على العموم، مش بس المسلمين فقط، من قبل المتدينين يعني بصفتهم الدينية، أو من قبل علماء الدين يعني من يمثلون الدين في نظر المجتمعات، بغض النظر عن أن هذا التمثيل صحيح أو لا، لأنه كل إنسان لا سيما في العقيدة الإسلامية كل إنسان هو يعني ينبغي أن يكون عالم دين، وينبغي أن يكون رجل دين، لذلك ما في عندنا لقب رجل دين، في عالم دين يعلم بأمور الدين وبأحكام الدين، لكن كلنا يجب أن نكون رجال دين ونساء دين. رجل دين ورجل دين هي امرأة دين، أو صحيح لابد أن يكون يعني كل المجتمع رجال دين ونساء دين، يعني بعبارة أخرى أن يكونوا متمسكين بقيم الدين الذي يعتنقونه ويعتقدون به ويترجموه في واقعهم وفي سلوكهم. والإسلام ليس بعيدا عن هذا الجو نهائيا، بل الإسلام دين شامل. الإسلام اهتم بالعبادات، ولكن في نفس الوقت اهتم بالمعاملات، وقسم المعاملات في الشريعة لعله يكاد يكون أكبر وأعظم من قسم العبادات في هذا المفهوم. العبادات محصورة، بينما العبادات مفتوحة إلى ما لا حد له. وللإسلام المعاملات مفتوحة، وللإسلام نظرة. الإسلام لم يغفل جانبا، وهذه ميزته، أنه دين شامل، أنه دين عام، أنه ليس دينا مقتصرا فقط على تنظيم علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بخالقه، بل يسعى لتنظيم علاقة الإنسان حتى بنفسه، فيحدد له بعض التكاليف الذاتية الفردية الشخصية التي لا يستطيع أن يتجاوزها بذاته وبالناس من بذاته حوله وبالناس من حوله وبالطبيعة من حوله. أيضا هذه التي تمثل آية من آيات الله. نعم. ويكفينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى عبر عن الطبيعة بأنها من آياته، حيث قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، اعتبرها آية على إمكانية البعث وعلى إمكانية إرجاع الميت من موته في هذا المقام. هو الذي حدثنا عن الجبال وكيف أنه جعلها رواسية، وكيف أنها هي التي تمسك الأرض. هو الذي حدثنا عن الشمس والقمر، هو الذي حدثنا عن الليل والنهار، هو الذي حدثنا عن المطر وكيف أنه ماء طهور، يعني طاهر في ذاته ومطهر لغيره. هو الذي دعا إلى محاربة القذارة وإلى محاربة النجاسة، وركز كثيرا على ووضع تشريعات متناسبة مع هذا الاهتمام، بأنه يمنع الاقتراب من الصلاة أو الدخول في الصلاة على نجاسة سواء مادية أو معنوية في هذا المقام. كذلك عندما حدثنا عن إبراهيم سلام الله تعالى عليه، وهو يعني الأب الأول للأديان الإسلامية، إذا صح التعبير، الأديان الإبراهيمية التي يروجون لها اليوم، أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. طهرا يعني أزيلاء النجاسة، أزيلاء القذارة بالنسبة لإبراهيم وإسماعيل سلام الله تعالى
عليهما. وهكذا أيضا حين ندخل في تفاصيل التركيز على مثلا زراعة الأشجار، الاهتمام بالأشجار، الاهتمام بالهواء النظيف، الاهتمام بالنظافة الفردية والنظافة الاجتماعية، سواء في المسجد سواء في غيره من التجمعات، نجد أن الإسلام أولى ذلك عناية كبيرة جدا. إذن هي ليست سماحة الشيخ ليست مسألة هامشية، وإنما هي من صلب الدين ومن جوهر الدين. من صلب الدين، النظافة من الإيمان، فمن لا يكون نظيفا هذا لا يكون مؤمنا بحق. لكي نبقى في نفس المجال وفي نفس هذا الإطار، دعني أنتقل مع المشاهدين والمستمعين ومعكم سماحة الشيخ إلى لندن. أولا لأرحب بضيفي الأب الدكتور نديم نصار، مدير مؤسسة وعي لحوار الأديان في لندن. أهلا وسهلا بك سيادة الأب. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير. الله يبارك فيك إن شاء الله وبجهودكم أيضا. كنا نتحدث عن نظرة الدين الإسلامي واهتمام الدين الإسلامي بالبيئة، كيف ترجمت المسيحية أيضا هذا الاهتمام؟ أولا ألف شكر للاستضافة الكريمة، لأنه الموضوع مهم جدا، وخاصة كما نوهت بوجود التركيز هلأ بمؤتمر غلاسكو اللي نحن هون ببريطانيا تابعناه عن كثب وعن قرب شديد. الكتاب المقدس بيقول بسفر المزامير: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هذا الموضوع يعني منه نظر، يعني الدين مش هو المشكلة، يعني نحن ما بنقول ولا دين في دين من الأديان أو إيمان أو معتقد بشري بيقول لازم ندمر الطبيعة، لكن المشكلة وهذا كمان سبب غياب أو قلة المشهد الديني بمؤتمر مثل مؤتمر غلاسكو هو النظرة الاقتصادية للمشكلة. المشكلة المناخ والبيئة ارتفاع درجة حرارة الأرض والاستهلاك اللي عم نعمله نحن لموارد الأرض، هذا الموضوع اقتصادي أكثر ما هو ديني، أكثر ما هو اجتماعي. الدول عم تتحارب بأنه كيف تقدر تنفد من هذا الموضوع لتدعم اقتصادها بالفحم الحجري، بالغاز، بالنفط، بكل الوسائل اللي ممكن تلوث البيئة. لكن في الإيمان المسيحي هذا الموضوع عميق جدا، لأنه نحن في الإيمان المسيحي نؤمن بالتجسد، أن الله أخذ شكل بشر بيسوع المسيح، فهذا التجسد هو الالتقاء الإلهي بالإنساني. هذا الالتحام الإلهي بالإنساني أعطى بركة وأعطى أهمية وأعطى كرامة للخليقة بشكل كبير كتير. يعني هذا التجسد، نحن نؤمن كمسيحيين بلاهوت التجسد، ننظر إلى كل شيء حتى في الإسلام. سيادة الأب، يعني للإنسان أهمية كبيرة جدا عندما أعطاه الله هذا اللقب: إني جاعل في الأرض خليفة. تماما، فهيدا التجسد عندنا بيعطينا كرامة. نحن بالشرق عم يحكي فضيلة الشيخ وحضرتك إنه نحن بالشرق نتبع، بس بالشرق نحن ما ينقصنا أن نعطي كرامة للإنسان. أرخص شيء بالشرق هو الإنسان، كل شيء أغلى من الإنسان. حق الإنسان بلبنان أو بسوريا أو بالعراق أو وين ما بدك بالشرق، حق رصاصة. أنت برصاصة ما فينك تشتري ربطة خبز. يعني نحن وقت اللي منجرد الإنسان من كرامته ومنتعامل مع الخليقة بشكل اقتصادي بحت، بشكل استهلاكي بحت، هيدا بيؤدي للكوارث اللي احنا عم نعملها. وشغله ثانيه كثير مهمه، الانجازات العلميه والمنجزات التقنيه اللي هلا نحن عم نشهدها بالعالم، والنمو الاقتصادي اللي عم نشهده له تداعيات. هالاشياء لها تداعيات، هي التداعيات لازم يرفقها تقدم اجتماعي، لازم يرفقها تقدم اخلاقي. يعني انا وقت اللي بمسك الموبايل وبدي انا اخر
آخر صيحة في الموبايل وآخر صيحة في الكمبيوتر وآخر صيحة بالتلفزيون وآخر صيحة بكل التقنيات. لازم يكون عندي وعي أنه هاي الصيحات لازم يقابلها نمو أخلاقي، نمو بإني أنا احترم الخليقة، احترم الموارد اللي أعطاني إياها الله. القصة وقت اللي نحن ما بنحترم أخلاقياتنا، يعني القصة منا بس دينية، القصة إذن حتى الإنسان اللي ما مؤمن بالله نعم عنده أخلاقيات. إذن جميعا بالشبكة، يعني جميعا محصورين بهي الكارثة. إذن سيادة الأب، يعني أنتم سيادة الأب، أنتم تقولون إن هذه السرعة وهذا التنافس على اقتصاديات العالم يدفع ثمنه، يدفع الإنسان ثمنه من خلال تخريب هذه النعم التي أنعمها الله على الإنسان من أجل أن يحسن إدارتها، وتقولون لكرامة الإنسان أهمية كبيرة، ومن كرامته أن يحافظ على كل ما فيه تحسين لمستوى الحياة. تدهور علاقاتنا مع الطبيعة هيدا مثل مرآة يعكس تدهور علاقاتنا البشرية مع بعضنا وتدهور علاقتنا مع الخالق. نحن وقت اللي بتشوف انه نحن ما بقى عم نحافظ على موارد الطبيعة، صار في أنانية، صار في طمع، هناك جشع هائل من الناحية الاقتصادية. الحكومة البريطانية مستعدة الناس تموت من الفيروس من الكورونا بس ما توقف الاقتصاد. نحن هلأ نعيش في لندن سيدي الكريم وشيخي الجليل، إذا بتجي على لندن بتشوف إنه ما حدا بيحط بقى كمامة، تطلع بالملاعب مليانة، الصالات مليانة، السينما، المسرح بدون أي كمامة، بدون أي شيء، لأنه الحكومة أخذت قرار بانه الاقتصاد اهم من حياه الانسان. فهيدا وقت اللي نتعامل مع بعضنا بهالاستهلاكيه الجشعه والكريهه نفقد الانسان كرامته. طيب. نفقد الانسان مكانه في الوجود اللي الله عطيه. دعني اعود سياده الاب الى الاستوديو، الى ضيفي في الاستوديو سماحه الشيخ محمد الدهيني. سماحه الشيخ، سياده الاب تحدث عن 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 هذه الكرامه الانسانيه التي تقريبا تسقط أمام الحاجات الاقتصادية والتنافس الاقتصادي. برأيكم هل الدين غيب نفسه عن هذه المواقع أم أن هناك من عمل على تغييبه؟ يعني هل الدين يستطيع أن يفرض نفسه بهذا في قلب هذا التحدي؟ بداية لا أعتقد أن الدين أو أن الحفاظ على البيئة أو أن الاهتمام بهذه الأمور التي نتحدث عنها يتعارض مع الحاجات الاستهلاكية أو الاقتصادية، إذا كان هذا الإقبال على هذه الحاجات إقبالاً معتدلاً، إقبالاً موزوناً. يعني يمكن للإنسان إذا انطلق من خلفية دينية، إذا انطلق من خلفية إلهية، إذا انطلق من موقعه الذي جعله الله تبارك وتعالى فيه والذي كرمه الله تبارك وتعالى به، إذا انطلق من هذا الموقع بحق وعرف قدره وعرف حده، بإمكانه أن يوازن ما بين حاجاته الاقتصادية أو الاستهلاكية، وهي حاجات طبيعية ومشروعة وضرورية ولازمة، يستطيع أن يوازن بين هذه الحاجات من جهة وبين تعامله مع الآخرين سواء كانوا بشراً أو حجراً أو شجراً طبيعة، فليراعي أو يعطي لكل ذي حق حقه. وهنا لابد من التركيز على مفهوم العدالة الذي يعني وضع الشيء في موضعه، أو يعني إعطاء كل ذي حق حقه. فحين يكون لنفسك عليك حقاً، هذا صحيح، ولكن أيضاً للآخرين عليك حقوقاً، فلا يجوز أن تأكل حقوقهم. الآخرون أعم من أن يكونوا أشخاصاً بل هي الطبيعة أو طبيعة أو نعم. حتى الحيوانات لها حقوق على البشر، لا يستطيع جميل. أن يفنيها عن آخرها جميل. لا يستطيع أن يقضي عليها، فإنها لم تخلق عبثاً ولم تخلق لهواً أو لغواً أو لعباً، وإنما خلقت لسبب، وخلقت لحكمة، وخلقت لسر، وخلقت لمنفعة، وأثبتت العلوم الحالية هذه المنافع.
وطبعا نحن إذا رجعنا إلى التراث الديني لوجدنا شيئا من هذا عندما يقف أمير المؤمنين وأمير الموحدين سلام الله تعالى عليه علي بن أبي طالب عليه السلام ليقول والله لو أعطيت الأقاليم السبع يعني الكون كله على أن أعصي الله. شو هي هاي المعصية؟ لا أن يقتل إنسانا، لا أن يسرق إنسانا، على أن أسلب نملة جلب شعيرة. هذه النملة التي تقتات على جلب الشعيرة أنا لا يمكن أن أخذها منها. لماذا؟ إنه إذا قطعت عنها رزقها سوف تموت، وإذا ماتت فهذا يعني أن الكون سوف يتعرض للخراب، سوف يتعرض للفناء، سوف يتعرض للهلاك، سوف يختل النظام الكوني. فالنملة على صغر حجمها في نظر أمير المؤمنين من الكائنات التي تستحق الحياة، ولا يجوز لأحد أن يسلبها حياتها أو يسلبها رزقها. إذن أنتم تدعون سماحة الشيخ إلى التوازن بين الحاجات، التوازن والعدالة، وبين والعدالة والحفاظ على هذه المكتسبات الإلهية التي أعطاها الله للإنسان. دعني يعني أنتقل إلى ضيفي سيادة الأب الدكتور نديم نصار، هل توافقون على هذه النظرة؟ لأن للإنسان في هذه الحياة حاجات، والإنسان عادة يميل، يعني هو طماع بذاته، يميل نحو التملك، يميل نحو التطور. هل تؤيدون هذا التوازن؟ وكيف تعالجون إذا صح التعبير يعني هذا الانتهاك للبيئة في العالم الغربي؟ هناك مشكلة هائلة، مش بأنه نحن عندنا حاجات لازم نسددها، هذه نحن متفقين عليها. كلياتنا عندنا حاجات، وكلياتنا بنحب نتطور بالعلم وبالتقنيات وبهالقصص هاي. لكن أنا ركزت على النقطة، هي الطمع، هي الجشع، هي يعني إن نستهلك أكثر ما ننتج، يعني نستهلك بشكل يؤذي الطبيعة بشكل مثلا. هلا من أهم الصناعات المؤذية للطبيعة، يمكن المشاهدين والمستمعين يستغربوا انه من هون عم يحكوا، من أهم الصناعات المؤذية هي صناعة الألبسة، لأنه نحن نستهلك ملايين أو بلايين من القطع للألبسة بس منلبسها ومنكبها. يعني هذا الموضوع اللي أنا عم بركز عليه. وشغلة ثانية، وقت منعطي السياسيين كل الصلاحيات انه هن يقرروا هذا الموضوع، نعم هذا الموضوع يقرره السياسيين. سيادة الأب، انا كنت اريد، انا محضر بصراحة، يعني انا محضر هذا الموضوع بما انه كمان الوقت ضاق. خليني اسمع من سيادتك جواب سريع حول هذه النقطة. طرحتم بمداخلة لكم بندوة الأبرار التي اقيمت في لندن هذه الإشكالية بالعلاقة ما بين الدين والسياسة، وأخذتم على أنهم يعطون الحرية للسياسيين في اتخاذ القرارات بعيدا عن التصور يمكن الديني أو الملاحظات الدينية. ماذا تقولون في هذا المجال؟ حتى بالتصور العلمي شيخنا، يعني المشكلة إنه عم نعطي السياسيين تقريبا اليد الطولة، يعني الكرت الأبيض مثل ما بيقولوا، إنه يعملوا اللي بدهم إياه. هذا الأمر خطير جدا، لأنه إذا الاقتصاد وموضوع البيئة بيقرروا السياسيين، معناته نحن في كارثة. الموضوع لازم مع السياسيين، لازم نحن كمهتمين بالأمر الديني، مهتمين بالأمر الإيماني، مهتمين بالعلاقة مع الله، كمان يكون لنا دور بالمشهد. العلم له دور بالمشهد، المهتمين بعلم الاجتماع لهم دور بالمشهد، التقنيين لهم دور بالمشهد. يعني المشكلة إنه أهم لاعبين في هذه القرارات هن السياسيين. يعني أمريكا طلعت، الرئيس ترامب السابق طلع من مؤتمر باريس ومن اتفاقية باريس، فهو ضرب بهذا الموضوع كسياسي. هو منه عالم، ولا أنه رجل دين، ولا أنه أكاديمي، ولا أنه شيء، هو سياسي. هو طلع وطلع أمريكا من هي الاتفاقية، فهيدي ضربة التزام ملايين الناس بأمريكا بفكر الحفاظ على البيئة. يعني ما لازم نخلي سياسي يتصرف من عقله. نحن بالشرق مع الأسف الشديد، يعني بكل دول الشرق، نحن السياسيين اللي بيقرروا.
ونحن بنتبع زعمائنا السياسيين، واللي مع الاسف احيانا الزعماء السياسيين هم زعماء الطوائف، فامراء الطوائف ما هن بيقرروا سياده الاب، هل كرامة ولا بشكل بيقرروا البيئه. سؤال يعني سؤال وجواب سريع جدا ولو بجمله واحده، هل تعتبرون تفضل. ان الحضور الديني بات ضعيفا امام الحضور الاخر في على 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 الساحه؟ أكيد، لأن الحضور السياسي طاغي حتى على الحضور العلمي. فالعلماء ناقضوا السياسيين، وقفوا بوجه السياسيين. نحن ككنيسة أو كرجال دين أو كعالم نهتم بالأمر الديني، لازم نوقف مع العلماء أمام بوجه السياسيين ونقول لهم ما أنتم بتقرروا، بس نحن كمان عندنا وجهة نظر، هذا العالم نتشارك به، نحن كلياتنا في شركاء جميل في هذا العالم. جميل، الله أنا جعلنا شركاء معه. سأختم معكم سيادة الأب الدكتور نديم نصار، مدير مؤسسة وعي لحوار الأديان في لندن، شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة. سأختم معكم بهذه العبارة: ضرورة المشاركة، أن نتشارك في بناء هذه الحياة. لكي أنتقل أعود إلى ضيفي، شكرا لكم سيادة الأب. سماحة الشيخ، هذه الفكرة، هذه العبارة، موضوع المشاركة، أريد أن أطرح نفس السؤال على سماحتكم: هل تعتبرون أن حضور الدين في القضايا الأساسية في المجتمع صار أضعف من الحضور السياسي أو الحضور أحياناً حتى الثقافي؟ نحن افتتحنا الحديث بأن موضوعاً كالبيئة لا يمكن أن يقارب من زاوية واحدة، بل لابد أن نعمل جميعاً ومن جميع الجهات لأجل مقاربته بشكل صحيح، ولأجل أن نصل به إلى بر الأمان. ولكن هذه المشاركة الضرورية، هذه المشاركة اللازمة، هذه المشاركة الواجبة، هذه لا تؤخذ، لا تعطى، هذه تنتزع انتزاعا. بعبارة أخرى، هناك رأي عام يتشكل في العالم، هذا الرأي العام لابد أن نستطيع أن نؤثر فيه، لابد أن نستطيع أن نأتي به إلينا، لابد لرجال الدين أن يحضروا فيه ليصبح الرأي العام معهم، لابد للعلماء التقنيين أيضا أن يحضروا ليصبح الرأي العام معهم. للأسف أننا تركنا الرأي العام لأصحاب السياسة، فأصبحت السياسة هي الشغل الشاغل للناس، وأصبح السياسيون هم الذين يشكلون الرأي العام، وغاب الحضور الديني أو الحضور الثقافي والعلمي عن الرأي العام، أو إذا حضر فإنه يحضر بشكل خجول جدا. المطلوب هو أن نحضر، لا أحد يترك لك مكانا في هذا العالم، معروف حقك لابد أن تنتزعه انتزاعا، حقك تنتزعه انتزاعا، وحضورك أنت الذي تفرضه من خلال العمل الدؤوب، من خلال النشاط الدؤوب. يعني الآن لم يدع مثلا، لم يكن هناك جانب ديني في المؤتمر، فليكن، لماذا لا يتحرك رجال الدين في العالم على اختلاف طوائفهم، على اختلاف أديانهم، ليدلوا بدلوهم، لا فليكن شيئا كالملحق مثلا، ليدلوا بدلوهم، ويكون لهم توصيات ختامية من منطلق ديني ترفض وتعضد التوصيات الختامية التي تكون لذاك المؤتمر. هكذا يحضرون في الرأي العام، هكذا يصبح لهم حضورهم ويعني تواجدهم في أذهان الشعوب وفي فكر الشعوب. أما إذا غابوا بالكلية، والله ما دعونا، فما منروح، وفرنا على أنفسنا جهدا وتعبا، سيبقون محجوبين، لن يبقى لهم حضور أبدا. سماحة الشيخ، هذا الحضور وهذا الوجود الذي لابد أن يفرضه العالم، عالم الدين، فرضا على المجتمع، لأن له يعني دور، ودور مهم جدا، هو يرث النبي ويرث الإمام في مهمة توجيه الإنسان وإخراجه من الظلمات إلى النور. خلينا نشوف هذا الفيديو لحرائق حصلت في لبنان مؤخرا، وبحب أسمع تعليق لسماحتكم على هذا الموضوع من خلال هذا الحضور الديني. كيف يعني كيف يمكن أن تبرزوا حضوركم كعلماء دين أمام هذه المشاهد؟
سمحت شيخ، هذه المشاهد يعني محزنة. محزنة فعلا، محزنة تدمي القلب. نحن بلبنان كل شيء معودين أنه منسيسه. البعض وجه اتهامات إلى فريق سياسي، وفريق سياسي وجه اتهامات إلى جماعة فلان. كعلماء دين كيف يمكن أن يعني تؤكدوا حضوركم في هذه الأزمات؟ مثل هذه الأزمات يجب أن تقارب على عدة مستويات. أولا أن كما قلنا أن يعني ننزل بها إلى الرأي العام. لابد أنه في أول جمعة بعد مثل هذه الأزمات أو بعد مثل هذه الحرائق أن تكون جميع خطب الجمعة عن موضوع الحفاظ على البيئة، أن تكون على موضوع تذكير الناس، تذكير المكلفين بفتاوى الفقهاء العظام حفظهم الله ورحم الماضين منهم بحرمة التعرض للطبيعة. فالجميع يحرم مثل هذه الأعمال العشوائية المضرة بالبيئة والقاتلة للحيوانات والمعرضة للناس للخطر، لأن هذه فيها كانت يعني يمكن أن تزهق أرواح في هذا المقام. ثانيا أن نشجع أيضا أهل القانون وأهل السلطة السياسية الذين بيدهم الحل والربط والقانون وما إلى ذلك على وضع عقوبات وتشريعات يعني رادعة في حق هؤلاء. لا تأخذنا بهم رأفة، لا تأخذنا بهم رحمة، وإنما يجب أن ينالوا عقابهم الكامل والذي يستحقونه والذي يكون رادعا لغيرهم. ففلسفة العقاب في الإسلام لها حديث يطول. ليس يعني مراد الإسلام أن تقع العقوبة، بل مراده أن تكون العقوبة كبيرة إلى درجة لا يجرؤ أحد على فعل ما يستحق عليه مثل هذه العقوبة الكبيرة. ولهذا شهدنا عقوبات كالرجم أو الجلد أو قطع اليد أو ما إلى ذلك، منعا يعني درءا لإقدام أحد على أن يسرق حتى لا تقطع يده. ليس الهدف أن تقطع اليد بمقدار ما الهدف أن يعني أن نمنع وقوع مثل هذه الحوادث. ومثل هذه الأمور قد تعنون بعناوين حتى أخطر من بعض المعاصي أو الجزئيات الصغيرة هنا أو هناك. هذه قد تكون من باب الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض عقوبته كبيرة جدا في هذا المقام. فعليهم أن يهبوا هبة رجل واحد، بدل أن تكون الخطب مخصصة لإما بيان بعض الأمور يعني التي يمكن بيانها في أوقات الاسترخاء أو لتمجيد أو لتمجيد زعيم هنا أو دعوة إلى اصطفاف سياسي هناك الذي بعد لا يشبع ولا يسمن ولا يغني من جوع. لابد أن نتحرك لمعالجة مثل هذه القضايا الحساسة، وأن لا تغيبوا سماحة الشيخ عن مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. لأن هذه صحيح. الفواصل الصغيرة والقصيرة والرسائل السريعة تفعل فعلها. هذه دور الإعلاميين، دور أهل الاختصاص، دور التقنيين. العالم يمكن أن يدلي بدلوه، ولكن على الإعلام أن يسلط الضوء عليه، لكن المهم هو أن يدلي، المهم أن لا يسكت. حتى في القرى، أئمة القرى سمحت الشيخ يجب أن يبادروا في أول أسبوع يمكن بعد هذه الحرائق إلى دعوة للقاء مفتوح مع الأهالي لكي يكون لهم أيضا رأي، ولبيان أيضا أن أغلب هذه الحرائق في نظري أنها لأجل يعني طلب الرزق ولأجل جمع الحطب وما إلى ذلك. فهذه ينبغي أن يبين أن هذه من السحت، وأن هذا مال حرام، وأن الذي يتغذى عليه جسمه ينبت على السحت، وأولاده يصبح لحومهم نابتة على السحت. فأي خير سوف يراه في ولده وقد جعل جسمه ينبت على السحت وما إلى ذلك. التركيز على هاي المصطلحات، التركيز على هاي المفاهيم ضروري جدا في هذه المرحلة. ولكن سمحت الشيخ بدنا نروح لفاصل، ولكن قد يقول قائل أنه عم تحكين الآن إن والله عم نولع حريق من أجل الحطب وهذا مال سحط، بوقت تنكة المازوت أو الوقود صار سعره بالشيء الفلاني. برأيكم هون في نقص بموضوع القوننة، يعني في مشكلة بالقوننة. هذا لا يعالج بأن ننشئ حريقا مفتعلا لأجل أن نجمع الحطب. هذا نحاول أن ننسق مع الدولة كيف نستطيع أن نزرع غابات كبيرة لأجل أن نستفيد من حطبها. ازرع وقطع. وما هي الكمية المسموح بقطع ازرع وقطع بقطعها؟ مش ازرع ولا تقطع، ازرع وقطع. أن تزرع للقطع، أن تزرع للحطب، لا أن تحرق الأخضر واليابس بحجة أنني أريد أن أجمع قليلا من الحطب. هذه النظرية، هذه النظرية ازرع وقطع أو ازرع لأجل أن تقطع لأجل بعد أن تقطع. ذلك رح نوقف عند بعض الفاصل لأنه يعني جديرة بالاهتمام، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا ومستمعينا فاصل قصير ونعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأحبة، مشاهدي قناة الإيمان ومستمعي إذاعة البشائر، إلى القسم الثاني من حلقة الليلة من برنامج فتبين. أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو سماحة الشيخ محمد الدهيني، الأستاذ في الحوزة العلمية، ويسعدني أيضا أن أرحب من العراق بالدكتور سعد عجيل مبارك، رئيس منتدى السلام الدولي للثقافة والعلوم. أهلا بك دكتور سعد. أهلا بك، حياك الله وحيا ضيفك وحيا قناة الإيمان الفضائية، وتحية لكم ولشعب لبنان الشقيق. حياكم الله. حياكم الله دكتور سعد. واحدة من ركائز السلام والأمان بالأرض هي سلامة البيئة. هل تعتبرون أنه العمل والجهد باتجاه الحفاظ على البيئة هو بحجم هذا التحدي الذي يمر به هذا الكوكب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بالنسبة إلى البيئة، الله سبحانه وتعالى خلق البيئة بأفضل تكوين، بموازنات وبمواصفات دقيقة جداً. الذي غير هذه البيئة وغير من معالمها وغير من جميع الأشياء الجميلة الرائعة فيها هو الإنسان نفسه. عندما بدأت الثورة الصناعية إلى يومنا هذا ونحن نعاني من هذا التغيير، فإذا نحن جزء من عملنا هو الاستقرار البيئي. الاستقرار هو أساس السلام، يعني لا يمكن أن يكون هناك سلام إذا لم يكن هناك استقرار في البيئة واستقرار في الأمن واستقرار في كل المعطيات الأخرى، ثم بعد ذلك نستطيع إشاعة السلام. ابقى معنا دكتور سعد، سوف أعود إلى ضيفي في الأستوديو. تحدث الدكتور سعد عن يد الإنسان التي خربت هذه الحياة وهذا الأرض. طبعا هذا التخريب ناتج عن تطور صناعي. الإسلام دعا إلى التطور ويحث على التطور، ولكن لهذا التطور أثمان. برأيكم كيف يمكن معالجة هذا التزاحم ما بين التطور العلمي وما يستتبعه من انتهاكات أحيانا للبيئة وبين الحفاظ على هذه الحياة؟ وتحدثنا يمكن قبل الفاصل عن غياب القوانين أو قلة القوانين. صحيح، الإسلام لم يدعو إلى مطلق التطور، وإنما دعا إلى التطور المقنن، التطور العادل، التطور المتوازن، التطور الذي يحفظ الحقوق جميعا. هذا اللي عبرت عنه منذ قليل بالعدالة، أن نضع الشيء في موضعه وأن نعطي لكل ذي حق حقه. فللإنسان الحق في أن يتطور، الحق في أن يتقدم، الحق في أن يستفيد من التكنولوجيا الحديثة، لكن ليس له الحق أبداً أن يعرض غيره من الكائنات للخطر أو للضرر أو للأذى أو للتلف أو للهلاك، ولا سيما إذا انعكس الأمر عليه هو تباعاً، فهذا يكون ممن يعني يضر نفسه، أو إذا انعكس الأمر على الأجيال اللاحقة فإنه ليس من حقه أن يضر الأجيال اللاحقة، ليس من حقه أن يضر من سيأتي من أقوام من بعده، بل لابد أن يحافظ على هذه الأرض التي هي الأم والمستقر والمستودع لبني البشر جميعا منذ أن خلقهم الله وجعلهم خلفاء له في أرضه وإلى يوم القيامة. فلابد أن يحافظ على هذه المنظومة التي أرادها الله تبارك وتعالى أن تكون حاضنة طبيعية، حاضنة سليمة، حاضنة آمنة لبني البشر جميعا. فإذا كان يمر هو بمرحلة 100 سنة، هذا لا يعني أن يخرب الكون لأجل أن يعيش مقدار 100 سنة، فهناك من سيعيش مثله وبعده لمئات من السنوات في أجيال متعاقبة، فهؤلاء لهم حقوق. لا نستطيع أن نتصور أن الحق لفرد أو أن الحق لجيل أو أن الحق لفئة، بل لابد أن الجميع يتكافل ويتضامن ويعضد بعضه بعضا لأجل الحفاظ على هذا الكوكب الذي هو للجميع معا في هذا المقام. لذلك الإسلام لا يحارب التطور، لا يحارب التقدم، لا يحارب حتى الاستهلاك. فأن يعيش الإنسان عزيزا مكرما، أن يعيش الإنسان في ظل هذه التقنيات الحديثة اليوم التي لولاها ربما لعشنا ضيقا ولعشنا تعبا ولعشنا نصبا. هذه تجعلنا في راحة أكثر، وتجعل حتى علاقتنا بالله تبارك وتعالى
أكثر أنساً وأكثر راحة وأكثر طمأنينة واستقراراً، وتجعلنا نتفرغ لطاعة الله، لعبادة الله وما إلى ذلك، هذا أمر جميل، ولكن أن لا يكون ذلك على حساب، كما قلنا، على حساب حقوق الآخرين، أن لا يكون ذلك كعدوان على الآخرين. سمحت شيخ، اسمح لي بالمقاطعة هنا. إذا ذهبنا إلى أوروبا أو إلى أمريكا، هذه الدول التي تقود عملية التطور الصناعي، نلاحظ أن الطبيعة، الشجر، هناك حفاظ عليه بشكل كبير، هناك حفاظ على الطير، هناك حفاظ على سلامة المياه. طيب في دولنا نحن، في دول العالم الثالث، هي الدول التي لا تصنع هذا التطور، ومع ذلك نحن أكثر الناس انتهاكاً لهذه القوانين، أو لأنه ليس هناك قانون صارم. أين هناك لديهم قانون صارم؟ الدين يتحمل مسؤولية، ولا المسألة هي عند القانون؟ ليست المشكلة في الدين، في أصل الدين، المشكلة في المتدينين الذين لا يلتزمون بالدين، الذين لا يلتزمون بتعاليم الدين. نعم. صحيح، هؤلاء لا يلتزمون، الدين يقول لهم حافظوا، الدين يقول لهم راعوا، الدين يقول لهم تنظفوا، ولكن لابد من قانون، لابد من سلطة تفرض هذا القانون، بحيث تفرض على الناس تطبيقه، ومن لا يطبقه يعاقب، ومن لا يطبقه يحاسب، ومن لا يطبقه تنزل به أشد العقوبات الرادعة التي تجعله عبرة لمن يأتي بعده أو لمن ينظر إليه، حتى لا يتجرأ أحد على أن يقف موقفا كهذا. نعم. لابد أن يحصل نوع من الردع، لابد أن يحصل نوع من الإخافة، نوع من، إذا صح التعبير، حتى ما بدي استعمل هذا التعبير بالرغم من أنه ليس تعبيرا مأنوسا، نوع من الإرهاب. لاحظوا، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن خيل ترهبون به عدو الله، ترهبون، الإرهاب، حتى لا يجرؤ على مهاجمتنا، حتى لا يجرؤ الذي منا وفينا أن يخالف القانون. يعني يمكن أن نستعير هذا التوصيف 100%. فإذا ليس أنا لا أخشى من هذا التوصيف، يعني هذا التوصيف أراه جيدا في حالات معينة، أن نعم، أن يعيش كل مكلف حالة من الرهاب، حالة من الخوف من القانون أن لا ينزل به عقوبة. خلينا نشوف الدكتور سعد. دكتور، برأيكم على من تقع المسؤولية؟ هل هي مسؤولية مشتركة، أم أن يعني القانون لابد له من يد ومن سلطة من أجل أن يفرض نفسه على الإنسان؟ نعم سيدي الفاضل، ضيفك الكريم أشار إلى أنه التطور الموجود في أوروبا، هم وضعوا قوانين، ولكن هم نفسهم يقولون أن الآن التطور في أوروبا أو في الولايات المتحدة أو في العالم المتقدم بشكل عام هو كان نتيجة للاطلاع على العدد البسيط من كتب العلماء المسلمين التي وجدوها في الأندلس، ويقولون لو أننا اطلعنا على كل كتب علماء العرب والمسلمين في الأندلس لكنا الآن نتجول بين المجرات. فإذا الأساس كان هو علماء المسلمين، ولكن الأوروبيين استفادوا من ذلك وسنوا قوانين، هذه القوانين سنوها لبيئاتهم فقط، يطبقونها على بلدانهم ولا يطبقونها على بلداننا. لذلك العربي المسلم التهى فقط يخلقون للفتن ويخلقون للحروب ويخلقون يوصلون لأناس لا يمكن أن يتمكنون من سن قوانين، هسه كانت قوانين إسلامية أو قوانين وضعية للحفاظ على البيئة، لم يتمكن حتى من التثقيف للحفاظ على البيئة، لأنه انشغل بالحرب وانشغل بالجوع وانشغل بالفقر وانشغل بالتشرد وانشغل بكل شيء، وبالتالي فإن الأوروبي لا يهمه هذا، هو ينتظر إلى أن نبقى هكذا وهو يطور نفسه. فنحن كشعوب، كمثقفين، كأصحاب رسالة سلام، علينا أن نبث الوعي. بدون قوانين صارمة لا يمكن أن نحافظ على البيئة، وبالتالي يحصل عندنا مؤشرات للتغير المناخي، تحصل عندنا زلازل، تحصل عندنا كوارث طبيعية. لا يمكن أن تدوم الحياة بدون أن نضع قوانين تتلائم مع التغيرات الحالية في البيئة التي نتجت نتيجة لعدم استخدام الإنسان للمصادر الطبيعية بشكل طبيعي، وإنما قد تجاوز الحد المسموح له. دكتور اسمح لي، منذ اتفاقية كيوتو
لحد الآن هي تفشل، تحاول أن تفشل مؤتمرات التغير المناخي لأنها لا تريد أن توقف مصانعها، وبالتالي لا يهمها العالم أو العالم الثالث، وإنما يهمها مصالحها بدرجة الأساس. دكتور اسمح لي، يعني أنا أراعي مسألة الوقت في هذه المداخلة، اسمح لي أن أطرح عليك سؤال. حتى أنا المسلم عندما أذهب إلى الغرب أجد نفسي أحمل شخصية أخرى في الالتزام بقوانين لا ألتزم بها في بلدي. دعني مثلا أعطي مثالا، في بريطانيا في كامبريدج افتتح مسجد، أول مسجد في العالم صديق للبيئة، بني من أخشاب ومن مواد صديقة للبيئة، نظام التهوئة، نظام الإنارة فيه تراعي مسألة البيئة. برأيكم هذا الإنسان المسلم الذي يعيش في الشرق يكون بشخصية، عندما يذهب إلى الغرب يصبح بشخصية مختلفة، لماذا نعيش هذه الازدواجية برأيكم؟ هل هي مسألة تربية ومسألة ثقافة؟ لا هذه مو مسألة تربية وثقافة، وإنما مسألة قانون. احنا التربية موجودة عندنا والثقافة موجودة عندنا، ولكن القانون غير موجود لدينا. وبالتالي عندما نذهب إلى أوروبا ونجد أن الكل يطبق القانون نلتزم بالقانون، لأنه راح نعتقد بأنه إذا جاوزنا القانون سوف نعاقب. فلذلك هنا من أمن العقاب أساء الأدب. نحن في بلداننا لا يوجد عقاب، لا توجد ثقافة، يعني حتى هذه الثقافة الإسلامية اللي احنا ننشرها، الثقافة في الجامعات بكل مكان، غير كافية بدون وجود القانون. إذا هي مو ازدواجية، وإنما هو هناك يلتزم بالقانون لكي يحافظ على البيئة، لأنه إذا قصر سوف يحاسب ويعاقب وربما يطرد وربما تسحب الجنسية منه. بينما في بلده، في لبنان، في العراق، في الجزائر، في أي بلد آخر، احنا منشغلين بأمور أخرى غير القوانين، منشغلين بأمور مثل ما قلت لك الحروب والقراب والحصار والمشاكل البياناتنا، وعايفين القوانين. وبالتالي فإن شعوبنا مغلوب عليهم أمرهم، يعني حقيقة مو عندهم ازدواجية بالشخصية أبدا. الإنسان العربي، الإنسان المسلم، إذا ما وجد هناك قوانين صارمة سوف يطبقها، وسوف يكون، لأنه هو صاحب حضارة، هو صاحب رسالة. في يوم من الأيام العالم كله كان تحت راية العرب والمسلمين بحضاراتهم. لماذا؟ لأنه كانت قوانين. اليوم نحن بعيدا عن القوانين، وبالتالي نلاحظ أن بيئتنا قد تغيرت، ترابنا قد تملحت، المخاطر التي تحدث في البيئة الطبيعية لا يمكن أن نواجهها بسبب غياب القانون. إذا لب المشكلة هو غياب القانون. دكتور سعد عجيل مبارك، رئيس منتدى السلام للدول للثقافة والعلوم، حدثتنا من العراق. شكرا لهذه المساهمة الطيبة ولهذه المداخلة القيمة، شكرا لكم سماحة الشيخ. شكرا جزيلا. ضيفنا الكريم من العراق أيدكم 100%، غياب القانون. الأمن من العقوبة يجب أن يبقى خائفا. يجب أن يبقى خائفا. إذا أمن العقوبة أساء الأدب، كما قال الحكمة عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، كما نقلها الدكتور، من أمن العقوبة أساء الأدب. طيب قبل الفاصل طرحتم هيك معادلة غيرتم فيها مسألة ازرع ولا تقطع إلى ازرع لتقطع، أو ازرع لتقطع أو ازرع واقطع. هذا ازرع واقطع أو ازرع لتقطع هو ضمن قانون. يعني أنتم ليست دعوة عشوائية، أنتم تدعون صح. إلى تطوير القوانين صح. التي تتماشى صح. مع رغبات الإنسان ومع حاجة الإنسان، وفي نفس الوقت أحافظ، تتماشى مع حاجته إلى الاستهلاك. يعني الحطب حاجة أساسية، ولا سيما في ظل أنهم يريدون مثلا عدم الاعتماد على النفط وغيره لما يسببه من انبعاثات وما إلى ذلك، فيبحثون عن طاقات بديلة. أو لأنه طب من الطاقات عنها. من الطاقات طاقة الشمسية، من الطاقات ربما الأمور الكهربائية، في طاقات معينة في بلدان ما فيها هذا التطور مثلا كبلداننا. نحتاج إلى حطب. من أين نأتي بالحطب؟ أن تقول ممنوع بالمطلق، فهذا يعني صدام في نهاية المطاف بينك وبين شريحة واسعة من الناس ستشهد مثل هذه الحرائق، يستغل فرصة أن لن تسمح له بقطع الأشجار خضراء، إذن سيحرقها لتسمح له بعد ذلك أنه تعشيلها ببلاش، بس خلصنا منها، خلصنا من سوادها ومن هذا المنظر. طيب ماذا لو أننا سمحنا لهم بأن يقطعوا، لكن بعد
أن يزرعوا لمدة 10 سنوات، نجعل خطة زراعة من الآن لنوع معين من الأشجار الذي ينمو بسرعة، شجر مخصص ليقطع لكن بعد 10 سنوات، وعلى أن يكون في كل سنة زراعة جديدة، في كل سنة أن نزرع صفا جديدا من الأشجار. بعد 10 سنوات نقطع الصف الأول ونزرع صفا 11، نقطع الصف الثاني ونكون قد زرعنا 12، وهكذا يصبح هناك استدامة، يصبح هناك إمكانية لكي نزرع ونقطع، نزرع ونقطع الذي زرعناه لكن بعد مضي 10 سنوات عليه. طيلة 10 سنوات استفدنا منها ومن خضرتها ومن تنقيتها للهواء، ثم استفدنا من حطامها، استفدنا من خشبها، ولكن بطريقة أيضا مقننة. أن لا نقطع أكثر مما نزرع مثلا، هذا قطعا جيد. أن لا نقطع بشكل عشوائي، أن لا نقطع الأشجار المعمرة التراثية التي لها مثلا رمزية معينة أو كذا، فنزرع أشجارا لنقطعها، فليكن هذا إنتاجا. حتى موضوع الصيد سمحت الشيخ، هناك أنواع معينة من الطيور كما ينظمون مهمتها هي غرس بذور في أماكن معينة، في جبال معينة، فبنجي نحن وكأنه في تار بيننا وبين هذه الطيور المهاجرة، بلش نقوص عليها ونلحقها بطريقة غير مفهومة، لأنه ما صار تطبيق صحيح. بينما بالقانون موجود ربما شيء من هذا القبيل، ويمنعون صيد بعض الأنواع، لكن من الذي يراقب؟ من الذي، أين الدوريات التي تذهب إلى كل الأماكن وتراقبهم؟ بينما تجد في البلاد الأوروبية لا شيء من هذا القبيل، يراقبون ولابد من الاستحصال على رخصة، ويراقبونك عندما تدخل إلى مكان الصيد، هناك مثل مثلا يحددونك العدد مولانا، صحيح، وهناك سهول معينة أو كذا، يراقبون حتى الصيادين وهم خارجين قديش معهم أعداد، قديش معهم شو هي الأنواع التي اصطادوها، ومن يخالف فهناك غرامة محرزة بتكون ناطرته، يعني تجعله لعله يتوب من الصيد نهائيا. الدكتور تحدث عن إمكانية سحب الجنسية أحيانا، يعني نعم قد تصل إلى هذا الحد، بينما نحن هون لا. طيب يعني بشيء من الرشوة، بشيء من الواسطة بمرر حاله، فليش بده يمتنع حينئذ عن المخالفة؟ إذن ليس هناك أزمة قلة تشريع أو قلة قوانين، هناك تشريعات، يعني هناك ضعف لا شك في القانون، لكن الطامة الكبرى هي في تطبيقه، الطامة الكبرى هي في يعني تطبيق هذا القانون. ماذا عن التشريع الفقهي؟ هناك نقص، يعني في نقص بالتشريع الفقهي بهذا الموضوع؟ لا شك أن هذه الأمور يعني لم يتسنى للفقه أن يتناولها جميعا، لأنه لم يكن يوما ما، طبعا نشوء الدولة الدينية التي ترتبط بالفقه لسيما الفقه الجعفري الإمامي حديثا أصبح مع الدولة، مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ولذلك أصبح يواكب مثل هذه الأمور طلبا للحاجات، لكن قبل ذلك طبعا كان هو بعيد نوعا ما عن هذه الطروحات، ولكن جذورها، أصولها، مبادئها الأساسية، قواعدها الأساسية موجودة، ويمكن لأي فقيه قد امتلك ملكة الاجتهاد بشكل كامل أن يحرك هذه القواعد للوصول إلى فتاوى تملأ هذا الفراغ كله. كن على اطمئنان بذلك. لدينا فقرة سمحت الشيخ، صفحات من كتاب، فلنتعرف على هذا الكتاب ونختم بسؤال إن شاء الله هذه الحلقة. عنوان الكتاب: الإسلام والبيئة، خطوات نحو فقه بيئي. المؤلف سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. الناشر: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان. رسالة الكتاب: يستعرض أهم المشاكل التي تعاني منها البيئة وموقف الإسلام الداعم لها وتاريخ تعاطيه معها وتبنيه مسألة احتضانها والحفاظ عليها، متوقفاً بالبحث والتحليل لعدد من النصوص التي وردت في الكتاب الكريم والسنة الشريفة وأحاديث الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، إضافة إلى استعراض عدد من الأحكام الشرعية والمفاهيم والآداب التي تساهم في الحفاظ على البيئة. مقتطف من الكتاب: إن كل عمل يعمله الإنسان في البيئة والمحيط العام ويكون له انعكاسات سلبية على صحة البشر وراحتهم بحيث يوقعهم في الضرر أو المرض أو الحرج فهو محرم من الناحية الشرعية، فلا يجوز للإنسان أن يعمر بيته بما يؤدي إلى تخريب بيوت الآخرين، ولا أن يلقي المواد السامة ومخلفات التصنيع أو النفايات الطبية السامة في الأنهار أو البحار أو على اليابسة
بما يؤدي إلى تضرر البشر نتيجة تلوث مصادر المياه أو المزروعات. سمحت الشيخ، أولاً يعني نتوجه بالشكر لسمحت العلامة الشيخ الخشن على هذا المجهود في هذا الكتاب. برأيكم هل ينقصنا المزيد من هذا الاهتمام؟ البعض لما عرف أنه ما نعمل حلقة عن البيئة يعني اعتبروا الموضوع شوي ثانوي. نحن بحاجة إلى جهد أكبر، تعولون على مؤتمرات مثلاً ولا هذا كمان جهد ضائع؟ لا شك أن تضافر هذه الجهود لا شك أنه سوف يوصل إلى شيء ما، ولكن لابد من أن تكون هناك جهود متنوعة في المقام، أن يدلي كل بدلوه، أن يدلي المثقف، أن يدلي العالم، أن يدلي رجل الدين، أن يدلي كل مهتم مع الذين يهتمون بعالم البيئة، يهتمون بالطبيعة، يهتمون، وأن يسعى الجميع للعمل الجاد، العمل الواقعي الخارجي الفعلي لأجل حماية هذه البيئة ولأجل تنبيه الرأي العام الذي قد يغفل. مش كل الناس عندها هذه الاهتمامات، قد يغفل عن مدى الخطورة أو مدى الضرر الذي يسببه استهتاره أو يسببه استهلاكه الترفي، لأنه كمان في عنا استهلاك لازم وضروري ويعني من واقع الحياة، وهناك استهلاك ترفي أحيانا. فنحن نستطيع أن نوقف على أقل تقدير هذه الاستهلاكات الترفية، فنستطيع أن نخفف على البيئة من ضرر ومن أذى في هذا المقام. هلأ نحن بحاجة أكثر لتخفيف الترف، لأنه الوضع الاقتصادي أصلا يعني لا يسمح. مشكلتنا أننا دائما يعني نتوقف نحن بالاضطرار، نحن نريد أن نتوقف بالاختيار، وهذه حلو. قيمة الإنسان أن يقوم بالعمل اختيارا طواعية عن إرادة ذاتية منه، لا أن يكون قد توقف أنه ما عاد معه مصاري يشتري مثلا بعض الأدوات أو بعض التقنيات أو بعض الآلات. نريدها أن تكون حسا يعني ذاتيا، أن تكون حسا فرديا، أن تكون حسا شخصيا نابعا من ذات الإنسان ومن إحساسه بالمسؤولية. سمحت الشيخ، دعوتم إلى تضافر الجهود، أتمنى من كل قلبي أن تكون هذه الحلقة هي واحدة من هذه الجهود التي تنضم إلى مجهودات أخرى، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزيل الشكر سمحت الشيخ محمد الدهيني الأستاذ في الحوزة العلمية على هذه المشاركة القيمة والطيبة. أيضا أتوجه بالشكر إلى ضيفي من لندن الأب الدكتور نديم نصار مدير مؤسسة وعي لحوار الأديان، وإلى ضيفي من العراق الدكتور سعد عجين مبارك رئيس منتدى السلام الدولي للثقافة والعلوم. والشكر موصول إليكم أيضا مشاهدينا ومستمعينا على حسن المتابعة. نلقاكم الأسبوع القادم ومع عنوان جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.